كيفك؟ صح. تمام. تفضل. تفضلك. سمعتنا عم نحكي عن الإشاعات السوشيال ميديا والأخبار المغلوطة. وفوائد الملح وأضرار الملح وكميات الملح. يمكن عجبتك قصة الملح أكثر. هاتك تحب إن شاء الله ما نكون حكينا إشاعات أو شيء غلط. لا لا. أوكي. هلا. الحمد لله. آخر إشاعة طالعة موضوع الـ 5G موضة هلا. وصار انه بيعمل خلل في عم تحكي لي لالي هلا ايه تفضل بيعمل خلل في الماده الوراثيه وانه الناس عملتها كنوع من الحرب العسكريه وهذا الكلام مصدر من فيدرالي امريكي هاي المسج المنقوله والمسج هاي منتشره كثير على السوشيال ميديا ايام تستوعب يعني بتحاول تفكر طب انت صياغه المسج نفسها اللي عم بتشوفها يعني واضح الفبركة في الموضوع يعني كيف صاروا عارفين انه الفايف جي المصرح في كل دول العالم انه بيعمل خلل دي ان اي وانها حرب بيولوجية وبتسبب عقم وانه امريكا وفرنسا رفضتها شيء قريته عن الجلد بعد انه بيأثر على الجلد وما جلد يا جماعة من وين بجيبوا الحديث ما في مشكلة انت شايف اللي لابسهم هدول كلهم مواد مصنعة بيتسرب منهم البلاستيك الى جلدك وممكن لا سمح الله يصيبك سرطان انت بعدين هاي واحدة من الاشاعات اللي بتصير هاي واحدة من الاشاعات نعم هلا الاشاعات طبعا في السوشيال ميديا صراحة شغلة جدا خطيرة بالذات لما بتتعلق بالقطاع الطبي أنا في أصنف الإشاعات هاي إلى كاتيجوريز أو خلينا نحكي مراحل معينة جزء أخطر من جزء في الإشاعات اللي هي ما بيعرف مين اللي مصدر هاي الإشاعة بكون زلمة خلاق عنده يعني نوع من المخيل العالي إبداع خيالي عظيم إبداع ذاتي بألف قصة غريبة الأطوار عارفة كيف وإحنا شعب بنحب الأكشن وبنحب الدراما الصراحة فبننشر هاي المسج أو بننشر هذا الفيديو يعني حتى صاحب الفيديو غير معلوم هذا يمكن أسهل نوع من أنواع الإشاعات إنه إحنا نطلع وننقضه المشكلة اللي حاصلة مع الأسف يعني الصراحة إنه مصدر الإشاعة لا يسأل عن مصادره هو موثوق لكن لما بنطلع إحنا في القطاع الطبي وبنقول إنه هذا الكلام خطأ الناس بتقولك دليلك طب بدامك أنت مشغل دماغك وبتسأل عن الدليل كان شغلت دماغك في اللي ادعى هذا الموضوع أول إشي وين دليله الجزء الثاني واللي هو أنا إذا بدك رأيي أخطر بكتير هو منتحلين الطب على الإنترنت. يا سلام. ترى هذا هو اللي قاعدين نلاحظه الفترة الأخيرة في السوشيال ميديا. هذا جداً. رواد التواصل الاجتماعي عندهم تلقاهم عندهم إعلانات لأدوية قاعد يسوونها ونفس الوقت نشوف بعد حسابات ثانية دكاترة قاعدين يتكلمون على المنتجات اللي هم قاعدين يعرضونها في السوشيال ميديا يقولون عنها مغلوطة. تمام. هلا الفكرة وين عم تحصل؟ يعني موضوع الإعلانات طبعا هو موضوع تجاري بحت. يعني أي حد بيطلع بيقول حبوب تخسيس بديل تكميم اخسر انسف كرشك في أسبوع انسف مش عارف مين انسف حتى الإفرادات المختارة لأنه هاي شغلة جدا مهمة نعم. والحلو في الموضوع انه بكون حتى على السوشيال ميديا كاتب في الحساب تاعه انه مرخص من وزارة الصحة وهذا الكلام يعني عار عن موضوع الترخيص وعار انه يكون الوزاره موافقه عليه وعار عن اي شيء في الحياه فواحده من الاشياء اللي جدا مزعجه مع الاسف انه بعض الفاشينيستا ما بهمه هو بهمه سوري المال المال قبض بدام قبض يطلع يعمل منتج لو كان أسوأ من ما يكون ولا عنده استعداد يعرف هذا هل هو فعلا انه شغال ولا مش شغال عليه دراسات ولا ما عليه دراسات هل له اضرار صحيه ولا ما له اضرار صحيه الناس مع الأسف ماخذ منظومة البني آدم اللي هي إعجاز الخلق كاملا يعني شغلة تافهة وإنه الكل متساوي وأي حدا بفتي فيه وأي شيء بيعالج أي شيء وعلاج موحد للجميع وخلطة سحرية وعشبة سحرية واترك دواك وهذا للسرطان هذا بالنسبة للسوشيال ميديا جهاد يمكن نقدر نقول إنه والله مكشوف نعم. إنه هذا يعني من بلوجر أو مشهور بالسوشيال ميديا نعم. لكن نحن لما نروح بالانترنت بلاقي انه في مواقع الكترونيه مثل يعني مش مسمى على سبيل المثال معلومه طبيه كله. معلومه طبيه صحتك اليوم صحتك بكره صحيح. صحتك بعد بكره صحيح. هاي اسامي هيك قرنفعيه للاسف 100% بتطلع لك خزعبلات اوكي انه استشر طبيبك انا يعني بدخل بهالموقع اوكي استشر طبيبي اللي بيرد علي مين مش عارف هل طب اوكي حط لي صوره واحد على اساس انه دكتور واستشاري في البورد الامريكي ولا ما بعرف شو بالبريطاني مع احترامي الشديد لكن هل انا بدي اثق في هالانسان عشان يعطيني الحل الامثل للمشكله تبعتي الطبيه او الصحيه اللي انا بعاني منها ولا انه ما نلتجئ لهم المضبوط انه المفروض الانترنت انعملت كشبكه معلوماتيه هذا اسم الانترنت هي شبكه معلوماتيه وليست شبكه علاجيه
يعني أنا علي أستقي معلومة وأخذ الجزء الكويس وأترك السيء، لكن ما أبني قرار حياتي أو خطة علاجي أو شو ما كان يكون على معلومات من الإنترنت. الإنترنت فيها الكويس وفيها السيء. هلأ سوء الاستخدام هو خطأنا إحنا الصراحة مع الأسف. هدول الناس اللي أنت بتحكي عنهم، الصفحات المنتشرة ولا حتى اليوتيوبرز، وأنا يعني ما في أحصيلك العدد اللي موجود، هم عبارة عن ببغاءات في الإنترنت وليس أكثر. أنا بسميهم ببغاء الإنترنت. ببغاء الإنترنت ليه؟ هو إيش اللي بيعمل أغلبية اليوتيوبر واللي بيكون مسمي نفسه الدكتور فلان ولا الأخصائي علان ولا الخبير فلان ولا شو ما كان يكون، وبيطلع لك بموضة غريبة الأطوار وفيديو عجيب. شايف بتطلع أنت أصلاً، يعني إحنا بنفهم لغة العلم، أنت طريقتك في الطرح بعيدة تماماً عن العلم. ما في واحد بيصرف علاج على الإنترنت، ما في حدا بيتعامل مع المواد بالحتمية بالأبسولوت. نعم. يعني هلأ أنتوا تفضلتوا كنتوا وأنتوا عم تتكلموا على الملح. الملح له فوائد له أضرار، العسل له فوائد له أضرار، مزبوط. السكر له فوائد له أضرار، مزبوط. التمر له فوائد له أضرار. في خير وفي شر، في أبيض في أسود، في ليل في نهار. ما في حتمية في أي مادة في الحياة إنها كلها خير ولا كلها شر. فالتوجه دائما بيصير لهون. هلأ إيش اللي بيحصل في ببغاءة الإنترنت؟ هاي شغلة جدا مهمة. هذول الناس عاطلين عن العمل وفاشل اصلا، ويمكن سوري راسب والله العظيم، وراسب كليه ولا مش مرخص من جهه رسميه وما عنده شغل، فشغلته مصدر دخله في الحياه هو يعني هو اليوتيوب، كرمال فوائد دعايات. اي هو اليوتيوب. بكونوا على فكره يعني ناس لهم كاريزما عظيمه، يعني ايام بكون بروح بيشوف له واحد من الفيديوهات الاجنبيه اللي عليها فيوز عالي، بيشوف التوبيك، بيعرف الناس وين متوجهه في السماء، وبقوم بيطلع بنفس الفيديو الاجنبي بفيديو معرب بطريقته. شايف عشان انا بسميه ببغاء. هلا صفحات زي استشر طبيبك ولا معلومه طبيه تهمك ولا مش عارف مين، بقوم بشوف هذا الشخص وبشوف عليه فيو، بقوم بفتح صفحه وببلش يحط فيديوهاته، وهكذا بتصير تشين تتناقل القصه. والهدف منها بالاخير هي الفيوز، واللي بيتكلم غير هذا الكلام من الناس التي تنتحل شخصيه الطب، انا بدي اتحداهم جميعا بشغله واحده جدا بسيطه. شيل الادفرتايزمنت عن اليوتيوب. صح. اذا انت بهمك فعلا مصلحه الناس، اذا انت اخلاقي حتصير على فكره حتصير. شيل الدعايات، ما تعمل ريفيوز او تعمل فيديوهاتك لاجل المشاهدات حتصير بالابديتس الجداد. مش بس حيشيل الدعايات، حيبطل يبين قديش عندك فيور على الفيديو. They are working on this. يمكن هيك الموضوع أهم بيكون. بس دكتور برأيك هذا الموضوع ما عم بيحقق منفعة أبدا ولا بنسب يعني معين، وخصوصا أنه هذا الشخص على الأغلب عم بيكون دارس؟ ممتاز. هلأ أنا خليني أعطيكي شغلة بسيطة جدا. أنا ولنفترض وصلت إلى 1000 مشاهد في معلومة عشان تبسيط الأمور، وهاي أو علاج أو نصيحة بترك الدواء أو نصيحة بالعشب الفلانية، وفدت منها 5 من هدول 1000 استفادوا كتير منيح، وضريت البقية مش منيح. مش منيح أبدا. النتيجة والمحصلة هي سيئة فعليا. صحيح. أنا هدفي فعليا أني أنا أوصل المعلومة الصحيحة والنظام الصحيح والنظام الحياة الصحيح اللي بيطبقه الغالبية. يعني إذا وصلته ل 990 يا سيدي خير وبركة، وبكون حاطط على الأقل legal notice أو بتكلم. أنا واحد من الناس اللي بيطلع على السوشيال ميديا فكرة very active في موضوع نقد الإشاعات، وموضوع أحاول أخلي الناس كيف تقرأ اليوتيوب، كيف تقرأ الإنستغرام، كيف تقرأ الواتساب اللي بيوصلها، مصايب اللي بتيجي الصراحة. أشياء يعني كارثية. لك أعمل فورورد لهذه الرسالة بالواتساب وحتصير لونها أحمر وحتصير لونها أزرق. هاي لسه بسيطة. أنت المتخيل اللي بيقول لك اترك دواء الضغط مثلا وحط رجليك في المية السخنة لمدة 3 دقائق وضغطك بنزل من مش عارف كيف لمش عارف كم، مات الزلمة. أو أنت إذا فعلا بتدقق في الفيديو راح تلاقي جهاز الضغط عليه ساعة. طبعا يعني هو صح اللي بيعمل إشاعة ذكي، بس مو بهذا، في ناس أذكى منه، يعني كل ذكي فيه أذكى منه. تطلع الساعة بتلاقيها 5، شايف؟ بعدين المقطع الثاني اللي هو مصور سوري رجليه وبعدين راجع على جهاز الضغط تلاقيها 5:45، خلال 45 دقيقة بكون أخذ حبة الضغط وارتاح وأموره أوكي، بعدين بقول لك بس 5 دقائق في المية وضغطك بنزل مثلا. أنا واحد من الناس اللي أكتف على السوشيال ميديا. طريقة الطرح لازم المشاهد ينتبه لها عشان يستشف إذا هذا بني آدم فعلا أخلاقي وبيعطي معلومة صحيحة ولا لا. في العلم أنا بدي أحكي اليوم بكل صراحة ومعلش اعذروني على الجرأة، بس أنا اليوم موجود
يعني لأوصل مسج جدا مهم. جهاد شايفك هيك مقهور، انت ما متخيل احنا من 2019 جاتك الفرصه انه خلص بقى يس انه انف يعني اللي عم بيصير الصراحه. احنا عم نأذي ناس كثير. يعني انا لما حدا بوفر ودلي مسج عن علاج ولا عن تشجيع على ترك طبيب ولا على اخذ الشغله الفلانيه، انت مش متخيل كم بني ادم عم بتضر، عم تاذي ناس. هذا ضر الناس والجمهور او رواد مواقع التواصل الاجتماعي جهاد. ولكن اذا بدنا نحكي اليوم، حتى شركات الادويه صار فيها مثل الحروب الفكريه، انه والله الشركه الفلانيه طلعت الدواء الفلاني، الشركه الفلانيه. نحن صار في عندنا زعزعه بالسوشيال ميديا، صار في انه والله طب اخذ الدواء الفلاني هاد ولا اخذ الدواء الفلاني. يعني فتنا بتوهان، حتى الدكاتره نفسهم فاتوا بتوهان. ممتاز. انا راح احكي لك شغله على موضوع الادويه، وانا موضوع الصراحه تكلمت فيه قبل هاي المره. الدواء كدواء ما نعمل للاستخدام على المدى الطويل، ومحذورات الدواء واضحة في المنشور، التبعات الجانبية، الآثار الجانبية. الدواء نعمل لاستخدام طارئ في حالة صحية معينة، ولا يجب الاستمرار عليه إلى فترة طويلة أو الاعتماد عليه. لازم أحل المشكلة من الأساس. فالناس، أنا أعطيك مثال، اللي بياخد خافضات حرارة، مسكنات ألم، دواء للضغط، دواء للسكر، هذا وضع حاصل عندك طرأ عليك، يس الدواء بيساعدك، لكن المفروض انت تتطلع على نظام حياتك بالاساس وتشوف ايش التغيير اللي ممكن انت تعمله لتقدر تترك الدواء. صحيح. هاي شغله جدا مهمه. لكن احنا ناس التكالين، واحنا بتحصل معنا على فكره، يعني انا واحد من الناس اللي بواجهها. نشوف الاسهل لك، بتيجي بتقول للمريض عنده تقارير معينه، بتيجي بتقول له لازم تمتنع عن واحد واثنين وثلاثه، بصفن هيك بقولك بس يا أخي أنا بحب اللحم. طب ما أنت اليوريك أسد عندك عالي، يعني ما بنفع. بقولك طب ما بصير أخذ الدواء وأكل لحم. يعني هو الموضوع مو موضوع عملية مثل الضحك أو اللف بالضبط، إنه أنا خليني أعيش حياتي وهي الدواء موجود. فإساءة استخدام الدواء هاي شغلة جدا ضرورية. في واحد من الأدوية اللي هو لتخفيف الوزن، وأنا راح أطلع أتكلم عنه في فيديو خاص، من مصنعية إحدى الشركات اللي جدا مهمة، ونعم مرخص من الدولة ومرخص من الFDA، يعني ما بدي أحكي لك أكثر من هيك. إلى أنه إذا بتقرأ المنشور وبشكل واضح بقولك استخدام هذا الدواء لا يجب الاعتماد عليه فقط لتنزيل الوزن، مثلا أنك أنت لازم تغير نظام حياتك، لازم تلعب رياضة، وبدك تكون عارف أنه من أهم الأعراض الجانبية والأخطار لهذا الدواء ممكن يصيبك سرطان الغدة الدرقية. فعلا يعني مخاطر كثيرة. المشكلة أنه الناس، نحن بنسمع مثل ما قلت اللي إحنا بدنا إياه، وفي كتير قصص. الأسهل لقلنا من ناخده ومنعتمده. كتير انبسطنا أنه أنت معنا، كتير محمس جهاد، أنت عندك كتير حكي بدك تقوله. Thank you so much. شكرا لك، كتير استفدنا منك. نحن بنطلع بريك صغير وبنرجع نكمل إن شاء الله. شكرا. Thank you.